The learning outcome الثاني لاحظوا هون الكلمة الأساسية اللي واضحة هون إيش هي؟ إيش الكلمة المحورية اللي موجودة هون؟ efficiency. Energy efficiency. الكلمة المحورية بهذا learning outcome المهمة هون هي كلمة energy efficiency. هون إحنا بنحكي عن supply والdemand. بس أحد الأشياء المهمة اللي لازم نأخذها بعين الاعتبار إنه أنا لازم أخذ بعين الاعتبار إنه أنا بدي أحاول كمان أوفر في الطاقة في استهلاك الطاقة. مش والله إنه supply هائل موجود لا ينضب وبضل بستعمل منه، تمام؟ إذا هون الفكرة الأساسية المحور الأساسي بهذا learning outcome إنه إيش الطرق أنا اللي بدي أرشد فيها الاستهلاك. اللي منكم طاقة بتاخذوا مادة كاملة energy efficiency and management، مظبوط؟ يمكن طلاب الكهرباء ما بتاخذوا هاي المادة. اختيارية. تمام. أوكي. إذا هاي أحد الأشياء رح نطلع عليها بهذا وراح نركز على two sectors. طبعا في أكثر من sector كان ممكن يكون industrial. شو السيكتورز اللي بنركز عليها هون؟ building و transportation. إذا نطلع بشكل أساسي على ال energy efficiency measures في البيلدينج في المباني، إيش الطرق اللي ممكن أستعملها في المبنى إني أخفف من استهلاك الطاقة أو ضياع الطاقة و transportation sectors. فمثلا في البيلدينجز إيش من الأشياء اللي ممكن أستخدمها في البيلدينجز for energy efficiency؟ في نقطة مهمة كمان ثانية هون، في أكثر من كلمة مهمة هون، في ثلاث كلمات بيجوا ورا بعض، إيش هم؟ ميجرز تكنولوجيز وبوليسيز. هدول بيشتغلوا على ليفلز مختلفة. ميجر، إيش يعني ميجر؟ أبسط ميجر ممكن أعمله أنا هون أطفي هاي الكهرباء لما نطلع. هذه ميجر، اتس ا ميجر، اتس نوت ا بوليسي، اتس نوت ا تكنولوجي، ما فيش فيها تكنولوجي، هي الكبسه بكبسها. اوكي؟ في ميجرز معينه انا ممكن انفذها واطبقها تساعدني في الانرجي افشنسي، اتس جاست ا ميجر، هي بس خطوه معينه باخذها او طريقه معينه باخذها. هلا ممكن يصير عندي تكنولوجيز، ايش مثال على التكنولوجي؟ انتقلنا من ميجر لتكنولوجي. ممكن انه لو مشاف في استهلاك لمده 5 دقائق. ممتاز، اذا يمكن يكون عندي سنسر هون في هذا، هذه صارت هون تكنولوجي. بوليسي بتصير شيء اعم من هيك، باجي بوليسي بقول مثلا انا البوليسي اللي عندي هاي في بناء العمارات الجديده لازم يكون على اقل من الطاقه اللي بتزود فيها هذا المبنى لازم يكون على اقل 15% منها رينيوبل. هاي بوليسي، هاي استراتيجيه صار امانه عمان، اجت امانه عمان اجبرت الناس مثلا او وزاره البلديات اجبروا الناس انه انت اذا بتصمم عماره جديده لازم تفرجيني في تصميمك لهي العماره. اذا هذه هون صارت بوليسي انه انا لازم اشوف انه في بالتصميم هذا في 15% مثلا رينيوبل او 20% رينيوبل. هذول بيجوا على ليفلز مختلفه، بنركز عليهم الثلاثه كلهم. شو الميجرز، شو التكنولوجيز، شو البوليسيز اللي بستعملها حتى احسن من الانرجي افشنسي. في هذا الليرنينج اوتكم راح نتطلع على اكثر من شيء، راح نتطلع على انرجي اوديت لمبنى، راح نعمل موديلينج، تمام، على مباني، على المباني الجديده، لانه قبل فتره رجعوا ركزوا على شغله السلامه العامه والسلامه العامه، هسه كمان بدهم يرجعوا يركزوا على. تمام، ممتاز. جيب لنا اذا في عندك مثلا بلو برنت لها او وصف لها ايش هي، جيب لنا اياها ونناقشها. فهون عندنا موديلينج اند سيميليشن اوف ا بيلدينج. هون الهدف من هذا الاكسرسايز اللي راح نعمله، راح تاخذ انت فكره كيف انا ممكن اتنبا قديش استهلاك هذا المنزل قبل مني ابني، او هذا السيستم قبل ما اني ابني، فبقدر اخذ فكره جيده قديش رح يكون استهلاك الحراري او الانرجي لهذا المبنى قبل مني ابني. طبعا بدي احط الفيتشرز اللي موجوده في هذا البيلدينج في هذا الموديل. فعشان هذا الهدف رح نستعمل سيميلينج موديل. سيميلينج اللي هو طبعا جزء من الماتلاب استعملته، رح ناخذ موديل بسيط. طبعا المودلز ممكن تصير اعقد من هيك، بس احنا ناخذ موديل بسيط لمنزل بسيط
بس نطلع نشوف أثر تغيير نوعية الحائط، أثر تغيير سماكة الحائط، أثر تغيير عدد النوافذ اللي موجودة، عدد أثر تغيير سماكة الزجاج وطبيعة الإنسوليشن تبعه، أثر تغيير مثلاً درجة الحرارة الداخلية اللي أنا حاطت الثيرموستات عليها، قديش هاي بتأثر على تكلفة تدفئة هذا المنزل. هاي كلها بتعطيك فكرة كيف إنه فكرة الموديلينج أند سيميليشن، الموديلينج أند سيميليشن تول مهمة للمهندس إنه يستطيع يتنبأ بأداء مبنى معين أو أداء أي جهاز، كيف راح يتي هذا الجهاز قبل ما إني أبني. It's too late بعد ما أروح أنا أبني الشيء. الشطارة إنه أستطيع أنا أعمل موديلينج أند سيميليشن وأطلع بأحسن موديل وأعرف بالضبط قديش تكلفة هذا الموديل، طبعاً بناءً على الأسامشنز اللي أنا حطيتها. الانرجي اوديت اوف فور بيلدينج راح نطلع نشوف مبنى قائم موجود، تطلعوا تشوفوا ايش الاشياء اللي موجوده في هذا المبنى اللي ممكن احسنها واخفف من استهلاك المنزل. هلا كمان في زي كودز اوف براكتس للبناء، كودز اوف براكتس، وفي كمان involuntary standards يعني غير إلزامية، زي منها مثلاً إشي اسمه passive house. passive house هو standard للبناء بخفف من الاستهلاك الطاقة. زي إيش ممكن يكون مثلاً هذا الكود؟ إيش عن إيش يحكي؟ طرق العزل مثلاً للحيطان، الأشياء المختلفة في البناء كيف ممكن أستعملها في البناء بحيث إني أخفف من استهلاك الطاقة لهذا المنزل. إذن هدول تقريبا هم الأشياء الأساسية إحنا طلعنا. راح نطلع شوي على transportation بس تركيزنا أكثر راح يكون على البيلدينجز من ناحية التنبؤ بالاستهلاك والإنرجي إفيشنسي في سواء المباني أو في transportation.